حلو قوي ان احنا كان بقالنا كتير ما قعدناش مع بعض. سنتين ونص. اه حلو سنتين قوي. ونص. وهو الواحد كبر في الكارير بقى يقدر يقعد بالبيجامه. في البيجامه. يعني انا بقيت بقى انا باجي بالبيجامه يا جماعه من هنا وراح. ما كانش بلان. وده كان جزء من الموضوع ان انا كنت برضو تعبت من البلانز، تعبت من الفايف يير بلانز، السؤال الجميل بتاع الانترفيوز اللي في الكورب. يعني بلان انا ما اعرفش، يعني ازاي اعمل بلان وانا مش عارف. فما كنتش عارف. و2016 في لحظه ما في اوائل 2016 خدت قرار ان طب يلا بقى انا اي ويل بيرسيو اكتنج بجد. ما ينفعش وانت بتبرسيو التمثيل اللي هو حاجه اصلا ستريسفل جدا ان انت تبقى كمان عليك فاينانشال بيرد. وده خدني 3 سنين انا اتعلمت. بس كانوا 3 سنين انا لما بهرج مع اصحابي بسميهم سنين الضياع، عشان انا فعلا ما كنتش فاهم حاجه، ما كنتش عارف اخد قرار في اي حاجه، كنت انسكيور جدا، كنتش عارف اخش في شغلانات جديده، كنتش عارف اكسبلور الهوبيز او الباشنز بجد. ما كانوش سهلين، كانوا مفيدين جدا. النهارده عندهم موهبه، انا مش عارف ده تخبيط ولا لا، بس هو مش تخبيط. بس ما عندهمش موهبه، كانوا واصلين عشان عندهم حظ وتوفيق وكده، وناس كتيره عندها موهبه، العكس عندها موهبه، لكن بتعيش وتموت ومحدش بيشوف الموهبه دي. وانا بقى بشوف الناس دي، يعني احنا طول الوقت في ورك شوبس بشوف ناس دايما، ودايما بالعكس ببقى مركز معاهم عشان افتكر ان ده انا من 5 سنين، ولولا ان الحظ ساعدني بقيت هنا. فدايما لا مش تفتكر بس الحظ يا علي، ماشي احنا اتفقنا ان في حاجه اشتغلته وعملته يعني تمام، بس في حظ، في حظ كبير قوي. كم الناس اللي عندها موهبه وبتشتغل على نفسها and they're not making it، دول اللي بيخلوك تبقى متاكد ان اوكي في حاجه في الموضوع مش بايدينا، في حاجه كده مش بايدينا. طبعا بحس بالفرستريشن، ونص الوقت ما مش ببقى عارف اقول ايه غير be prepared for the audition، the audition اللي ممكن تغير لك الكارير. انا حياتي اتغيرت من الاوديشن، يعني انا كاريري ابتدى من الاوديشن. كانت اي اوديشن؟ ضايع طبعا. طيب. والله بطلت. طب ايه واتس اللي هو ما هو دي برضه جمله مضحكه، انا بطلت شوكولاته يا جماعه، انا بطلت شوكولاته. بسمتك ولا خلاص ما بقاش عندك؟ والله انا بطلت يا جماعه، بطلت في 9 مارس 2018 وانا بصور طايع وحياه ربنا، ورجعت في يوليو 2020 وبطلت تاني من اول السنه. يا حبيبي حياه ربنا يا عيني، تعبت. الموضوع رهيب يا يعني ان جنرال في الحاجات المستقبليه، مش عايز الموضوع يبقى بوليتيكال، مش عايز الموضوع يبقى متعلق بالدين. وبيني وبين نفسي هعتبره كومبرومايز عشان اول فرصه عالميه، مش هعتبره، انا معتبره من اول لحظه، من اول لحظه. I really respect بجد، انا محترم صراحتك جدا يعني. لا ما هي ما بس لا 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 اصل انت ممكن حتى ممكن بس ما تقولش كده قدام كاميرا او ده غالبا انيل يعني، انا لو ما قلتش لا اصلا غالبا لو ما حددتش موقفي من ده غالبا انيل. بس لا انا عارف كويس قوي ان ده كومبرومايز، وعارف كويس قوي ان انا مش يعني بعد كده ممكن تبقى مسؤوليتي، لكن مش حاطها قوي عليا عشان هو الماركت العالمي عامل هذا السيستم النيله. في حاجه اسمها بورتريتس، فوتو شوتس، فاشن شوتس، شغل ممثلين ده، شغل بي ار. بقى ده مهم يا علي برضك. اوكي بيبيع اتسلز، حزنوك بيبيع ايه بقى؟ ما هو بيبيع ايه؟ بيبيع نفسي. بيبيع. لا مش لا خالص مش قصدي كده، بس لا مش في حاجات كده، في ثوابت كده انا بقى حابب ان انا ابقى بشكك فيها. الكلام ده مهم؟ لا الكلام ده مش مهم. بس يعني انت تمام، انت كده تمام خلاص. انا اشتريت. ايوه ماشي، اشتريت بجد خالص طبعا. بس صاحبي هعمل لك ايه؟ ده اللي هو اوف نيفر. لا طبعا تفاجئ من الشخص اللي لا بيحب يشوف نفسه ولا بيحب يعمل فيديوهات وبيصور قطط وكلاب وفرج خلاص. فجأة يعمل فيديو يبريك ذا انترنت زي ما بيقولوا، يو بروك ذا انترنت لحاجه، لقضيه انت مؤمن بيها. كتبت حتى من كتر ما انا كنت الفيديو بتاع عمرو ده طلع كده، كنت كان بقالي اسبوع 10 ايام محزوق من ساعة لما شفت سحب الاعتذار بتاعه، حسيت لا مش بيس، وانا اصلا ما كنتش بيس من ساعتها. فاكر لحظة لما نزل الماتش؟ انت كروي اصلا ليك في الكورة؟ كنت كروي، ما بقتش، بس ساعتها كان كاس افريقيا تقريبا. وفاكر احساسنا واحنا قاعدين، احنا كاصدقاء واحنا قاعدين لما هو نزل. فاكر الاحساس. ليها كاونتر افكت ان انا بخليه ده سبيشال كيس، هو بيور ديوتي، وده مش كلامي. انساني، راجل، ست، ايا كان بقى. بيور ديوتي على كل الناس. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك وسبسكرايب للجي ام اي عشان ما يفوتكوش ولا حلقة.